تمكن أكثر من 3000 شخص من الخروج من الأحياء الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في حلب قبل تصويت مرتقب الاثنين في مجلس الأمن على مشروع قرار يتيح نشر مراقبين للإشراف على عمليات الإجلاء، ما يشكل آخر بارقة أمل للمدنيين المهددين بالبرد والجوع. نحن منظومة إسعاف أورينت، مهمتنا نقل الجرحى الخارجين من داخل مدينة حلب إلى المشافي الميدانية في محافظة إدلب أو المشافي الحدودية إلى باب الهوى، من ثم إلى الأراضي التركية. خرج اليوم حوالي 30 مصاب، نقلنا منهم 5 مصابين. وفي سياق عمليات الإجلاء صباح الاثنين، تمكن 500 شخص من مغادرة بلدتين ذات غالبية شيعية مواليتين للنظام تحاصرهما فصائل المعارضة في محافظة إدلب المجاورة لحلب بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. اليوم تم إخلاء أخواننا المحاصرين من مدينة حلب، وصلوا على النقطة زيرو، ومثل ما كنتم شايفين العدد بالمئات، العدد اللي وصلنا بالمئات، يعني كان ما في تنسيق، كان في أمور كتير مخربطة، بس الحمد لله قدرنا شوي نلحق الوضع ونقلنا الأخوة المدنيين إلى مراكز إيواء وإلى مخيمات وأيضا إلى باقي الريف الغربي كامل. وسيطرت قوات النظام السوري على الأحياء الشرقية بالكامل تقريبا بعدما كانت تسيطر عليها الفصائل المقاتلة منذ العام 2012 إثر هجوم جوي وبري واسع النطاق استمر شهرا بموازاة حصار محكم منذ تموز يوليو الماضي.